مرحبا حبيبتي، هاي دارلينجز. أنا شارلوت تيلبري، ميكاب ارتست تو ذا ستارز اند فاوندر اوف شارلوت تيلبري بيوتي. I am on a mission to find my Middle East makeup artist of the year. One lucky contestant will get the opportunity to create their own take on my iconic Pillow Talk look. Darlings, Pillow Talk is literally the number one lipstick, the number one lip liner. Every red carpet is pretty much celebrity and supermodel in the world wears Pillow Talk. In an exclusive episode, my darlings, aired on my global YouTube channel. Remember to subscribe so you don't miss out on our final episode. It's so exciting. Honestly, where I will be announcing the winner. I am so excited, I can't tell you. If you missed the last two episodes, darlings, you need to catch up now. Just click on the top corner of the screen to watch. Because, darlings, I have one last makeup mission for our magical contestants. زي ما انتوا شايفين خلصنا العينين والشفايف في السوبر موديل لوك. بحب اللوك ده قوي لانه بيبين الملامح بطريقه ناتشرال وبيعمل ليفتنج افكت خطير زي ما انتوا شايفين on the gorgeous زينب. هبتدي دلوقتي احط البرونزر. هستخدم الايربراش برونزر، بحب احطه على التشيك بونز، ببرس على خدها زي ما انتوا شايفين الاول عشان اخلي البرودكت باين، وعلى التمبلز قريب من الشعر. اقول لكم على تريك بحب اعملها قوي في الجو لاين، ما بحطش في كل الجو لاين، هحطه بس عند الجزء اللي قبل التشن، اللي بين التشن والجو لاين، لان ده بيعمل ليفتنج افكت في الكاميرا حلوه قوي. تاني ستيب هستخدم الجلو جلايد هايلايتر ان بيلو توك، وده بيدي افكت الليكويد هايلايتر بس اتس اكشلي باودر. بصوا الجلو يا جماعه، لوك ات ذات جلو، اي لاف ات. وبرضه ساعد قوي في الليفتنج، شايفين بيدي ليكويد افكت، بس ليكويد افكت بس هو اكشلي باودر. ده يبقى حلو قوي برضه للناس اللي بشرتها اويلي، لانه هيدي الافكت بتاع الجلو بتاع الليكويد، بس في نفس الوقت مش هيخلي البشره اويلي زياده. وهخلص this beautiful supermodel look بالبينك بلاش، وهحطه على الابل اوف ذا تشيكس هنا right بين بالظبط الهايلايتر والكونتور. وانا بحب ارفع البلاش شويه لفوق لانه بيعمل ليفتنج افكت. كده انا خلصت السوبر موديل لوك. تعالوا ناخد راي زينب. What do you think? I love it. It suits you قوي. I love 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 it. Yeah. Thank you. You're welcome. You look gorgeous. Thank you. دلوقتي هبتدي بجوانز ايز. انا مبسوطه قوي ان انت معايا طبعا. العينين بقى جوانز ايز از اميزنج ما شاء الله، عشان هي هيزل جرين وواسعه. دلوقتي هنبدا بالسوبر موديل لوك. الباليت دي انا بحبها قوي عشان فيها حاجات كتير. فيها مات، ده انا بعرف بلند بيه، وبتبوب الايز بطريقه مش طبيعيه بتخليها كمان اوسع. فدلوقتي هبتدي بالمات شيتس. وبتستعمليها عشان تعملي بلندنج للالوان ولا؟ المات دايما بتبلند بيه. اوكي. والحاجات الشيمرز بتخلي العينين بتبوب. هاي بتكون اخر لاير اللي بحطها. اللي بنحطها لك في الاخر. ودلوقتي هنبتدي بالايلاينر الدارك براون عشان يحدد العين، وتشارلوت طبعا بتحب الليفتنج قوي، فهنعمل دلوقتي ليفتنج للعين وهنحددها جامد.
بدي نخلص اللوك مع الماسكارا بتاعت شارلوت تلبري. بس الماسكارا دي احلى حاجه فيها ان هي بتطول قوي الرموش وبتلفتت. دلوقتي هنحطها بسيطه. وبعد ما خلصنا اللوك زي ما انتم شايفينه اكيد مره حلو، اكيد عجبكم. راح نعمل الطريقه الخاصه انا في عمل الشفايف، حتعجبك انا متاكده. طبعا ماي تريكس، انا اول ما ابدا اول شيء احط شويه هايلايت عشان هي وانا وكل البنات نحب انه يكون شويه كذا في فوليوم، وبنفس الوقت كذا بيخلي اللوك الشفايف يكون حلو. فانت معي بنفس الطريقه تحب تسوي شويه كذا نقطه هايلايت؟ اكيد ايوه. اوكي، سبيشلي هذا الهايلايتر الجديد اللي الجلاد روعه مره. يس، حسوي لها كذا شويه عشان يسوي لها زي كسره للشفايف او شويه فوليوم، وبعدين حرسم لها. أوه واو، لونه مره حلو. سوبر سايز مي، هذا تقدروا تستخدموه از ليبستيك كمان، مش ضروري للبلاينر. طيب انا هنا حددت الشفايف، بعدين راح استخدم اللبستيك. لونه مره حلو وحيطلع كمان مره حلو مع اللي سويناه، لانه جاي كذا جلوسي شويه مش مات وفيري ناتشرال حلو، ويندمج كذا مع الليب لاينر. اخر شيء راح نستخدم الجلوس. الجلوس هذا الحلو فيه انه اذا عندك اي خطوط اي كذا تبغي يكون فيه فوليوم شويه مره حلو، ولونه كمان حلو. عارفه اسمه؟ اكيد استخدمه انا كمان. ايوه، كولاجين ليبات. صراحه لونه يناسب كل الارواج، نهار ليل، وكثير مرطب للشفايف حسيت. وكمان نفس الشيء اذا كان عندك خطوط بيعطيك كذا فوليوم مره حلو للشفايف. ابغاك تشوفي. اشوف؟ يلا. This is the way I do it by the way. هذا دحين هو الترندي انك انت تخليه شويه كذا جلوس، وبس تستخدم الكونتور وبعدين في النص حتستخدم الجلوس بالطريقه هذه. ان شاء الله تكونوا حبيتوا اللوك. حبيتيه ساره؟ اكيد يعجبني، من ايدك اي شيء حبني. ثانك يو. Darlings, it's time to choose this week's star artist. The supermodel look, which darlings might be one of my favorite looks in the challenge yet. Darlings, it's finally time to reveal that the winner of this week's episode is Aya! Aya, darling, Aya, I loved your gorgeous, glowing, take on the supermodel look. It was truly beautiful. You truly enhanced Zainab's natural beauty. And now, my darlings, she is ready to conquer the world. Darlings, the final episode awaits. Three amazing artists have been competing for the one title, but only one can take home the crown. And don't forget to subscribe and tune in next week, where I will be revealing the lucky winner. You can also shop all of my beauty secrets, darlings, all of those amazing secrets in store to create your own makeup magic looks at home. All of those looks I've created on celebrities and superstars around the world and every red carpet. Darlings, create them. Wear the makeup magic and the skincare magic. It's amazing. And remember to share your looks, because I really am desperate to see them. Share them with me on my social media by tagging at Charlotte Tilbury Arabia. So my darlings, I can't wait to see them. Thank you, thank you, thank you. I can't wait to see all of your makeup magic. It's so inspiring and so fabulous. And you are all stars. So my darlings, see you next week. Ramadan Kareem.